بالنسبة إلي أنا جيت على الجزائر في هذا المهرجان تحديدا لسببين. السبب الأول أنه هذا المهرجان بالذات فعالية مستقلة. السبب الثاني لمجيئي أنه أنا مشارك بفيلم قصير إخراج ابني طبعا غصبا عني بدي إجي أنا وما أعطاني مصاري فجيت لحتى أشوف مشاركته في هذا المهرجان وإن شاء الله أطلع أنا ممثل معقول بفيلم ابني. وأتمنى التوفيق لكل تجارب الشابة وأؤكد رغبتي وأمنيتي أن أضل هذا المهرجان معني بالأفلام القصيرة لأنها معبرة جدا وإحنا مقصرين إحنا نقدم هيك أعمال.